فكما كتشوفوا سنة 2022 دازت كلها نضالات، دازت كلها في الشارع نظرا لعدم استجابة للمطالب ديالنا واللي هي أبسط المطالب. فكما كتشوفوا بأن الممرض فهو كيشكل أكبر نسبة، كتشوفوا بأنه فترة كورونا يعني عطينا أكثر من جهدنا، وسيد الجلالة نصره الله فهو اعترف بحق الممرض، في نفس الوقت كتلقى بأن هاد المسؤولين هادو فهم كيدمسوا الحقوق ديالنا، ما كينصفوناش. مثلا عدم الإنصاف، عدم الاستحقاق، صرف التعويضات داز بواحد الطريقة وبواحد الشكل اللي هو عشوائي، فكتشوف واحد سوء التدبير وسوء التسيير. يعني فغيمون الممرض مستاء 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 بزاف من الوضعية، وهذا الشيء هذا الضحية ديالو فهو المريض، وحنا اللي جايين للوسط. سنة 2022 فهي من بين أسوأ السنوات اللي دوزناها من الجانب المهني، الحقوق ديالنا مهضومة لأقصى درجة. حنا كنحاولوا نعطيو، حنا كنديروا اللي في جهدنا باش نطلعوا بهذا المنظومة الصحية، ولكن المسؤولين راهم ما تيعاونوناش. الحقوق ديالنا راه حنا ضايعين فيها، ومن هذا المنبر هذا كنطلبوا التدخل ديال صاحب الجلالة. اليوم 30 دجانبي 2022 احنا على ما تم على الاشراف ديال نهايه السنه 2022، كتعرفوا بانه اليوم بطبيعه الحال كنجسدوا واحد الوقفه نضاليه احتجاجيه على اثر مجموعه من الاختلالات، مجموعه من المشاكل العالقه على مستوى مثلا زكريت ملول. كتعرفوا بانه احنا سنوات وحنا كنحتجوا، سنوات وحنا في الشارع، سنوات وحنا في الميدان، وبطبيعه الحال الاداره والوزاره الوصيه وكذلك المندوبيه الاقليميه بعمله زكريت ملول عبر ربوع المملكه الاقاليم والمندوبيات الصائرة على التدبير الشأن الصحي على مستوى الوطني، كتقابل هذا الاحتجاج ديالنا، وكتقابل الطلب ديالنا الحوار والجلوس الحوار لاجل لايجاد الحلول الناجعه للمشاكل بالاذان الصماء وبسياسه الامر الواقع. كتعرفوا بان الممرض سنوات هو كيعاني، وبالاخص سنه 2020 كان الاجهاز ل 2022 كذلك 2022 كتعرفوا بانه كيعرف واحد النوع من الاجهاز اللي هو واضح ومفضوح فيما يتعلق بالملف المطلبي ديال الاطر التمريضيه. كتعرفوا بانه كاينين قوانين اللي خرجتها الوزاره بالتنسيق مع الحكومه دون الاشراك ديال الوزاره ديال النقابه المستقله ممرضين باعتبارها المحسن الشرعي ديال الممرض وتقني الصحه. يعني هذه دعوه مناشده لوزاره الصحه وكذلك المندوبيات والمديرات الجهويه للصحه انها تجلس مع الممرض باعتباره الممثل مع النقابه المستقله باعتبارها الممثل المحسن الشرعي ديال الممرض وتلقى حلول. فبطبيعه الحال حنا كنجيبوا مشاكل وبطبيعه الحال كنجيبوا اقتراحات حلول. يعني الاشكال الكبير هو ان المسؤولين كيضربوا بعرض الحائط جميع القوانين المنظمه خاصه الدوريات الوزاريه اللي كتاثر الحوار الاجتماعي. بطبيعه الحال كنبغي نشير للدوريه الوزاريه 11 اللي كتاثر مؤسسه الحوار الاجتماعي. الممرضين بعمله انسكان ايتمنو كما كتشوفوا كيخرجوا كيحتجوا على اثر واحد التوزيع اللي هو الغير العادل وعلى المنصف ديال التعويضات الخاصه بالبرامج الصحيه. كاينين بعض كاينين البعض اللي خداوها غير مستحقين، في حين انه كاين الناس اللي خدموا واشتغلوا لا في كورونا لا في البرامج الصحيه في التنقل ديالهم، واللي عرضوا الحياه ديالهم للاخطار، واللي استرخصوا الدماء ديالهم والارواح ديالهم من اجل انهم يقدموا خدمات ذات جوده للمواطنين. فاذا بهم لما يتوصلوا بمستحقات ديالهم فاذا بهم كيلاحظوا بانه التوزيع ديال هذه التعويضات تم بطريقه غير عادله وغير مصفوفه. احتجاجات قائمه، احتجاجات قائمه، احتجاجات قائمه، احتجاجات قائمه، والإدارة نائمة، والوزارة نائمة، والوزارة نائمة، والشعب عينك شاف.